الأغنية الضاربة فرصة مهمة للانطلاق، لكن الهدف بيكون الاستمرارية بصف أول. تتزاحم علي مع نجوم ونجمات العالم العربي، هيدي حال إليسا، نجمة أولى من عقد من الزمن وما زالت. ولدت وحلم الأهمية قبل عشق الضوء ولد معها. المسرح الراحل وسيم طبارة للفرصة الأولى باستوديو الفن لأغنية هيت وألبوم ضارب كرت سبحة النجاح. عايشة لك أحلى سنين في العمر يا ضي العين. من ديو غنائي كان ميجا هيت، بتغيب بتروح رح تبقى يا حياة، لحفلات ومهرجانات ومشاركات محلية جعلت الاسم يرن وين محل ويبشر المستقبل صبية تتحدى حالها قبل الكل، ويكون هالحال محط الإعجاب ومحفز للتصفيق. شو اللي بخليك تكوني أسعد واحدة؟ كون محاذة بالناس اللي بحبهم، إنه كون مغرومة. 25/5/2001 صفحة جديدة بالمشوار تبدا. أول عقد توقع مع روتانا، لرؤية روتانا الثاقبة إنه في مشروع كبير عم يولد، هو أكبر من أغنية وأهم من مهرجان. ونحن سعيدين بأنه نجتمع الليلة بهيدا الحدث الحلو بلبنان. تنفيذ العقد ابتدى بشتاء 2003. كنا في أواخر الشتاء قبل اللي فات. وما منبالغ إذا قلنا أنه أحلى دنيا دخلتها إليسا مع روتانا بربيع 2004. يا أحلى دنيا عشتها فيكم بحاله. كبرت النجاحات والمراتب الأولى صارت بمتناولها بشتى المجالات، من يوم اللي سلمت بإيدها على روتانا أكبر شركة إنتاج بالعالم العربي وعقدت معها حلف نجاح وريادي، ما استكانوا يوم إلا تيحضروا لنجاح بكرة. نجمتنا اللبنانية العربية والعالمية. أحبك وعارفة كلام الشفايف ما يقدر يوصل لقلبك هوا. أكثر من 10 سنوات مروا، 6 ألبومات أنجزوا، مبيعات خيالية تحققت وأرقام عالية وإحصاءات دلت بالإصبع على إليسا، نجمة بتعرف الكتير، شو تختار؟ وين تطل؟ كيف تحكي؟ سنين قطعت وكفيت طريقي وكتبت قصتي. تيضل الاسم لامع لأنه التعب كان أساس نجاحه وتصار حديث الناس. خبرت 11 أو 12 سنة توجت بهالألبوم بالنضج اللي أنا كان عندي إياه، بالنضج الفكري، النضج الفني. نجاح على الأرض وضعها على قائمة مشاهير العالم، التقت فيهم، تعاونت وشكلت صداقات معهم، وكان على خشبة كل محفل عالمي توقف إليسا وتسجل هدف كبير ويكبر حلم اسمه What's Next. جوائز عالمية تعد وتحصى لأنها وليدة تعب أيام وسهر ليالي، أعزها على قلبها الورد ميوزيك أورد يلي كانت تتويج لتفوق ألبومات، كانت تبقى حدث وحادث وحديث. Here is your award for being the world's best-selling artist from the Middle East. Congratulations. This is for the world's best-selling Lebanese artist of the year. Here you go, sweetie. Thanks a lot, Rotana. وجه إعلاني مشرف لأكثر من 9 ماركات عالمية، سفيرة سابقة للنوايا الحسني، محطات، أغلفة مجلات عربية عالمية، شهادات تقدير، رصيد المحبين هائل لبل لا يحصى، تشكل مع تنامي وسائل التواصل الاجتماعي وخولها تكون الأكثر تأثيراً بين نجمات وسيدات العرب بالأرقام مش بالحكي. 1 مليار مشاهد مجموع متابعة وسماع أغنياتها على اليوتيوب، ملايين المتابعين على التويتر مثلهم على الفيسبوك والإنستغرام، وصار أي بوست لإليسا من فنجان الشاي الأخضر لأهم مهرجان محلي أو عالمي، كبريت يشتعل ويشكل مادة دسمة للتواصل والتحليل والانتقاد قبل النقد. مخزون النجاح يلي تحقق انتقلت عدواها الجميلة لوضعها على كرسي التحكيم ببرنامج كشف وجه جديد لإليسا إكس فاكتر، شاركت بعفوية، نصحت بصراحة، حكمت بصوابية على مواهب بتشوف فيها الإكس فاكتر من وجهة نظرها. صراحتها معروفة، لما تحب بتقول وبتعلن، من الحبيب والحب مروراً بالزملاء والوسط. وصولاً لتقديرها لرواد كبار عبر تجديدها لأغانيهم
أما التتويج فكان شعور نبيل بعيد عن أي تزلف يوم غنت موطن عربي منشود. يلي ذكر كان موجز عن نجاحات لغاية 27/10/2015 يوم عزيز بعمر إليسا وعقلبنا وقلب روتانا، ذكرى مولد نجمة بالسنوات ويوم تجديد عهدها مع نصفها الثاني بالنجاح. مسلسل مكمل بين روتانا وإليسا ومتوج مع كل شرقة شمس، طول ما إحساسها ما بيخونها باختيار والغنية ما بتقبل تتدلل إلا بصوتها، وروتانا تفرح وتاخد بإيد نجمة حلمها بعده بأول الطريق. يا مرايتي من كم سنة لليوم قديش تغيرت.